انتوا عارفين ان كاس العالم اتسرق ولقوه واتسرق تاني؟ انا احمد النجار واحكي لكم اللي حصل. سنة 1966 قبل كام شهر من مونديال انجلترا كان في حملة ترويجية للمونديال وكانوا عارضين الكاس في مكان زجاجي، وفي يوم حصلت كارثة ملقوش الكاس في المكان بتاعه، وساعتها الشرطة الانجليزية قامت بعمليات بحث كبيرة جدا ولكن ما قدروش يوصلوا لأي معلومة عن السارق. عدى كذا يوم والاتحاد الانجليزي طبعا بقى شكله وحش جدا، فقرروا ان هم يعملوا كاس تاني بدل اللي اتسرق. وبعد حوالي اسبوع من السرقة كان الكاس الجديد قرب يجهز، ساعتها بقى لقوا الكاس المسروق ملفوف بجرايد ومرمي في احد الجناين، واللي لقاه كان كلب اسمه بيك وتعاملوا معاه الناس ساعتها كأنه بطل قومي. صاحب الكلب بقى ادوله مكافأة 3000 جنيه استرليني، ودي كانت أول حادثة سرقة. في 1970 كسبت البرازيل مونديال المكسيك، وده كان تالت كاس عالم تكسبه البرازيل، وبالتالي بقى حقها انها تحتفظ بالكاس ده للأبد. وبعد 13 سنة في ديسمبر 1983 في عصابة قررت انها تسرق الكاس بتاع البرازيل ده من عندهم، وقدروا فعلا ان هم يسرقوه، وكان من ضمنهم سايغ أرجنتيني، خدوا الكاس وسيحوه، وبكده طبعا الكاس ده اختفى للأبد. أحد المحققين بقى كان متضايق جدا وبيقول ان البرازيل تعبت جدا عشان تاخد الكاس ده، وفي الآخر اللي ياخده يبقى واحد أرجنتيني. بعدها الشرطة قبضت على العصابة دي كلها واتحكم عليهم بالسجن 9 سنين. ساعتها الفيفا قررت ان بعد كده الكاس الجديد مش هيتسلم للدولة اللي كسبت، ولكن هيسلموهم نسخة منه، والنسخة الأصلية هتفضل في الاتحاد الدولي في زيورخ. فاكرين بقى النسخة اللي كانت انجلترا بتعملها بدل النسخة اللي اتسرقت؟ فضلت بقى عند السايغ اللي كان بيعملها لحد ما اتباعت في مزاد سنة 1997 ب 400 ألف دولار، واللي اشتراه كانت الفيفا. ده اللي حصل، اعملوا فولو وقولوا لي ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم فيها.